حدث نداء لوقف إطلاق النار في سوريا حتى اشتعل الشارع مجددا حاصدا قتلى وجرحى في أنحاء متفرقة من البلاد. فغدات دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كل الأطراف إلى التعاون مع المراقبين الدوليين الموجودين على الأرض، أفيد عن مقتل العشرات باشتباكات وقصف وأعمال عنف مختلفة لم تتوقف، على رغم وجود فريق من 30 مراقبا بتفويض من مجلس الأمن الدولي للتحقق من وقف النار. فقد قتل 10 أشخاص بينهم 9 من عائلة واحدة في سقوط قذائف هاون مصدرها قوات النظام على منزلهم في قرية مشمشان المجاورة لمدينة جسر الشغور في محافظة إدلب، ومن بين الضحايا 4 نساء وطفلان. وقتل فتى يبلغ من العمر 13 عاما إثر إصابته بإطلاق رصاص عشوائي في مدينة معارة النعمان في إدلب. كما قتل 12 عنصرا من القوات النظامية في اشتباكات عنيفة مع منشقين في منطقة البصير في دير الزور، واستخدمت القوات النظامية القذائف والرشاشات الثقيلة، ما أدى أيضا إلى مقتل مواطن وإصابة آخرين بجروح. وفي ريف دمشق قتل رجل يبلغ من العمر 80 عاما في مدينة قطنة إثر إطلاق الرصاص عليه من حافلة صغيرة. وفي حما قتل مواطن في قرية الحواجة في سهل الغاب في قصف من القوات النظامية. أما في حمص فقتل جنديان إثر إطلاق الرصاص عليهما من القوات النظامية التي انشقا عنها في مدينة تدمر، كما قتل مواطنان برصاص القوات النظامية في حي البياضة. إلى ذلك تبنت جبهة النصرة التي سبق لها أن أعلنت مسؤوليتها عن عمليات تفجير عدة في سوريا خلال الأشهر الماضية، تبنت انفجارا وقع في دمشق الأسبوع الماضي وتسبب في إصابة 3 أشخاص بجروح. وتأتي هذه التطورات قبل 6 أيام من الانتخابات التشريعية المقررة في 7 من أيار، وهي الأولى بعد إقرار الدستور السوري الجديد الذي ألغى الدور القيادي لحزب البعث وسمح بتعددية حزبية، علما أن أي أحزاب تنتمي إلى المعارضة لن تشارك في الانتخابات.